باشمهندس، احنا واضح ان احنا داخلين في مرحله تانية خالص من السكر، ايه الحكايه؟ السكر ده سلعه استراتيجيه، بيتم انتاج السكر في العالم من خلال محصولين. المحصول الاول اللي هو قصب السكر بيتزرع منه على مستوى العالم 62.5 مليون فدان، بنزرع في مصر هنا منهم حوالي 325 فدان، 325 الف فدان، بننتج منهم حوالي 930 الف طن سكر. جميل. بيمثلوا نسبه 37.8% من انتاجنا من السكر. كويس. وما نقدرش نتوسع في القصب اكتر من كده عشان هو شره قوي في احتياجاته للميه، هو وفي محصولين كمان معاه، طبعا القصب والرز وبيجي معاهم الموز، فالتوسع فيه صعب جدا في ظل وبالتالي ندرة الماء. وبالتالي هنروح لبنجر السكر. بنجر السكر بيجود في المناطق البارده والمعتدله، بيتزرع منه على مستوى العالم 12 مليون فدان، بنزرع زرعنا في 2020 منهم 516 الف فدان في مصر. كويس. انتجنا منهم حوالي 1.5 مليون الف طن سكر. السنه دي 2021 زارعين 637 الف فدان، بزياده حوالي 126 الف فدان، حوالي 24-25% عن الموسم اللي فات. كويس. انتاجنا من السكر من البنجر ومن القصب حوالي 2.5 مليون طن. وبنستهلك قد ايه؟ بنستهلك حوالي 3.250 مليون او 3.3 مليون طن. يبقى كده الفجوه بين الانتاج والاستهلاك تعادل مثلا حوالي 830-850 الف طن. السنه دي متوقعين انتاجنا ان شاء الله في 21 مش هنقل ان شاء الله عن 3 مليون طن. هاي بحيث ان احنا بدل ما كنا 72% اكتفاء ذاتي، لا احنا بنبص على ال 80 وال 85%، وان شاء الله الموسم الجديد متوقعين نزرع 800 الف فدان بنجر سكر، وبكده نكون يعني ايه عدينا المرحله الصعبه، دخلنا فوق ال 90% من احتياجاتنا من السكر. حاجة انت بتستخدم